مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بنصديرة يدعو لتعيين الدكتور أحمد بن بيتور لقيادة المرحلة الحالية، لنعرف لماذا. أنا في أكثر من مرة قلت لكم الدولة بحاجة إلى رجل دولة يجمع ما بين الرجل التكنوقراطي والرجل السياسي والرجل الذي يحمل أو يملك علاقات دولية. أنا أتكلم على رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية أمر واقع وتحصيل حاصل. الرئيس تبون هو بنفسه قال أنا لا أطمح لعهدة ثانية، وأعتقد أنه لا جدوى، بصراحة لا جدوى من إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حتى وإن أراد تبون. حتى وتبون يقول أنا نعطيه انتخابات رئاسية نقول له لا ماهوش وقتها، لأننا لن نخرج بأي نتيجة في الظرف الحالي. بقاء تبون يخدم مصلحة الدولة، بقاء تبون كرئيس للجمهورية من مصلحة الدولة أنه يبقى، يضمن استقرار مصلحة أو استقرار مؤسسة الرئاسة واستقرار أمن واستقرار البلاد الجزائر ككل. لكن بالنسبة للحكومة نحن بحاجة إلى رئيس حكومة أو وزير أول تتوفر فيه هذه العوامل الثلاث المهمة. هذا لا يعني أنني ضد أيمن بن عبد الرحمن اللي قلت هو إنسان طيب وإنسان سملاح، لكنه للأسف ليس الرجل المناسب في الوقت المناسب، لأن الوقت اللي رانا فيه حالة استثنائية، حالة استثنائية تستدعي رئيس حكومة أو وزير أول يسير الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. في وقت سابق تكلمت وأنا مسؤول على كلامي وقلت أن الذي يليق لهذه الفترة، لهذه الفترة الحرجة التي تمر بها الجزائر، هو أحمد بيتور. نعم، أحمد بن بيتور هو اللي يليق لهذه المرحلة. أحمد بن بيتور رجل تكنوقراطي اقتصادي بامتياز، ورجل سياسي، رجل سياسي مارس السياسة، وعلى الأقل اشتغل رئيس حكومة ووزير لسنوات عديدة، مارس السياسة، ورجل يملك علاقات دولية بحكم المهام التي تقلدها داخل وخارج الجزائر. على الأقل يملك علاقات في المؤسسات الدولية الاقتصادية، ومعروف في الهيئات الدولية، في الأمم المتحدة معروف، وفي البنوك العالمية، عند لافامي، عند مركز التجارة العالمي، يعني في المؤسسات العالمية خاصة الاقتصادية معروف، وبالتالي هو رجل المرحلة. هذا بن بيتور اللي أنا معجب، أنا شخصيا معجب بأفكاره وبفلسفته الاقتصادية وبدراساته المستقبلية والاستراتيجية التي كان يحذر وينبئ منها قبل سنوات عديدة، وتكلمت عليه وقلت أنه بن بيتور رجل مرحلة في السنوات الماضية وفي السنة الحالية 2021، ودائما يبقى رجل مرحلة لأنه بإمكانه حل الأزمة. بن بيتور في 2016 قال كلام مهم وخطير. ماذا قال؟ قال أن الجزائر مرت من 2001 إلى 2010 بفترة تسمى الدولة تتجه إلى الضعف. نعم، الدولة تتجه إلى الضعف، ضعف الدولة. وبالفعل، لأنه قبل 2001 بالرغم من كل المشاكل، بالرغم من الإرهاب والأزمة الاقتصادية، ولكن كانت الدولة قوية. نعم، قبل 2001 الدولة كانت قوية، لكن ابتداء من 2001 دخلت الجزائر في مرحلة الضعف، بدأت تضعف الدولة الجزائرية، بدأت تضعف. في 2010 دخلنا في مرحلة خطيرة، من 2010 إلى 2020، هذه 10 سنوات، يعني عقود، العقد الأول من 2001 ولا 2000 إلى 2010، هذا عقد 10 سنوات، يعني عقد كامل. الجزائر دخلت مرحلة الضعف
من 2010 إلى 2020 دخلت مرحلة التميع. هذا المفهوم يقول عنه البروفيسور أو الأستاذ الدكتور في الاقتصاد والخبير الدولي أحمد بيتون، وأنا أؤمن وأصدق بناء على قناعة، مش أؤمن استقرار ربي، مش رب آمن به لما نشوفه، لكن يتكلم كلام منطقي يخليك لما تقرأ وتبحث وكذا تلقى كلامه دواء، كما نقولوا بالدارجة كلامه دواء. في 2016 تنبأ بن بيتور وقال أنه السنوات القادمة ستشهد أزمة اقتصادية خانقة الجزائر. قال في السنوات القادمة ستشهد الجزائر أزمة خانقة، وقال نحن نعيش مرحلة التميع. مرحلة التميع التي كان يتكلم عليها بن بيتور لخصها في 5 نقاط. أيام بوتفليقة، هذا الكلام قاله بن بيتور في أيام حكم بوتفليقة 2016 في عز قوته، لكنه كان غايب. قالوا في عز قوة بوتفليقة والسعيد بوتفليقة والقايد صلاح الله يرحمه وكل شيء، والتوفيق كان مازاله، لا 2016 كان خرج التوفيق، ويعني القوة العسكرية والمدنية كانت سيطرة، وقالوا في عز قوة سعيد بوتفليقة. قال لك أن المرحلة هذه مرحلة تميع الدولة الجزائرية، ولخص الأمر في 5 نقاط، 5 نقاط هي أمامي. مؤشرات التميع، قال الجهل والكسل. قال منظومة حكم بوتفليقة تعتمد على الجهال في تسيير شؤون الدولة. من كان يسير شؤون الدولة؟ سعيداني أكبر جاهل وأكبر كاسل، اللي كان يقول لك باللي لا بوتفليقة لبس عليه روزفلت في أمريكا وكان يحكم أمريكا. وجاوبه بن بيتور وجواب مقنع، قال له يا غبي، أولا روزفلت الرئيس الأمريكي أولا كان مقعد لأنه مصاب بمرض عضلات في رجله، كان مريض من رجليه مش من مخه ولا من قلبه ولا زهايمر ولا ما عندوش. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كانت في أمريكا تمر بحرب، كان في الحرب العالمية، كانت تخوض حرب، لا ما يقدرش يكون في انتخابات لأنه الدنيا في حرب. هذه النقطة الثانية المهمة. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن أمريكا تسيرها مؤسسات، عندها مؤسسات عريقة، عندها دستور لم يتغير، عندها رجال دولة ما يتغيروش. إذا رئيس الجمهورية هو منصب مهم طبعا، لكن منصب شكلي، يحضر ولا يغيب لا يؤثر. عندهم مؤسسات كونغرس، وعندهم بنتاغون، وعندهم مؤسسات عريقة، لكن احنا في الجزائر عندنا بوتفليقة. مجلس الأمة بوتفليقة، مجلس الشعب الوطني بوتفليقة، الحكومة بوتفليقة، ولاية العاصمة بوتفليقة، بلدية وادو قريش بوتفليقة، بلدية بوطيسيح بوتفليقة، ما عندناش، عندنا بوتفليقة هو الكل. إذا لا تقارن يا سعيداني يا غبي، لا تقارن أمريكا وروزفلت بالجزائر بوتفليقة. إذا كان الجهل سلال وبوشوارب وحداد وكونيناف وسعيداني كانوا هما اللي يسيروا شؤون الدولة، وهذو جهال، هذو كلهم جهال لا مستوى عندهم حتى ويحملون الشهادات. هذا لا يعني أنه عندهم مستوى، الناس كل عندها شهادات فخرية، دكتوراه في السوربون، شهادات فخرية، لكن المستوى صفر، جهال، جهال وكسال، الكسل والجهل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال تمنيع الفساد. إيش معنى؟ الناس كل تصبح فاسدة. الجنرالات اللي راهم الآن في السجن، الجنرالات اللي راهم الآن في السجن والوزراء اللي راهم الآن في السجن هما نتيجة التمييع في الفساد. تمييع الفساد، تعميم الفساد، أصبح الفساد ماركة مسجلة ومقننة. يعني أصبح الوزير اللي ماهوش فاسد يزعف عليه بوتفليقة، أنت شحال عندك فيلا؟ والله عندي أبارتمون. كيف عندك أبارتمون؟ وزير عندك أبارتمون؟ هيا شوفوا له دبروا فيلا. شحال عندك طوموبيل؟ عندي طوموبيل تاع الخدمة. لا أعطوا له 3 ولا 4 طوموبيلات. يعني الفساد أصبح معمم، حتى الشباب علموهم الفساد. شحال تحتاج انت لونساج؟ اعطوا له مليار. شغل الشباب اعطوا له. ولا ما رجعت مش مشكل، تزوجوا بهم كما قال سلام، تزوجوا بهم، ديروا بهم عرس وتزوجوا، زيدي الموسيقى الساميه، زيدي الموسيقى. هذا هو الفساد، تعميم الفساد. تعميم الفساد على كل المستويات بشكل افقي وعمودي. يعني من رئيس الجمهوريه الى تحت، ومستوى افقي كل المستويات، الفقير والغني والناس كل عندها. الناس كل عندها،
جيب لهم ذاك الكروسه هذيك يسموها اللي جابوها من الهند ولا الصين يسموها الهابر ولا يسموها مش عارف ذاك الفورغون هذيك، وزعوها الشباب قاع ولا يروحوا بها للبحر يروحوا بها للغابه يروحوا يبيع فيها السردين يبيع فيها، جيبها باطل كريدي من عند لونسياج يجيب ويلعب بها. تعميم الفساد هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة عبادة الأشخاص وهذه هي المهمة. اللي تهضر معايا يقول لك آه ما تهضرش معايا أنا عارف ناصر بوتفليقة البارح والله تغديت أنا والسعيد بوتفليقة والله غير البارح كذبتني أجبت التليفون أجبت لك التليفون سيلفي متصور هو ناصر بوتفليقة في حيدرة. هو تلقى معايا في القهوة في حيدرة يقول لك والله البارح وحكى لي شوف قال لي واحد الكلام ما نقدرش والله ما نقدر نقولها لك. ما نقدرش نقول. انا عارف مشاكل راه كان يبلعطني او يسمع فيا وقراها في الميريكان نتلقى معاه في باريس يقول لي البارح كنت متعشي انا وناصر بوتفليقه قال لي واحد الكلام او مسلم عليك ها مبلغ عليك سلام قال لي سلم لعبد الزير يا عارف نقول له اختي انا نحلف هاي نوريك لا فوتو هاي كنت مع ناصر وشوف او شراو قال لي قال لي سلم على بن زديره وقول له ما تمشرش بزاف بزاف او عارف خاو حي سقسوه يقول لكم تلاقى معاه في حيدره وتصور معاه ويقول لي راه البارح مسلم عليك ناصر بوتفليقه والسعيد راهو قال لي وزهور زهور خد السعيد بوتفليقه راه والله قالت لي يعني كنت معاه قبيله كنت نهضر معاه في التليفون والله العظيم كنت نهضر معاه في التليفون. عباده الاشخاص ويجيك واحد نصاب محتال كما امين بلعزوق هذاك يحضر في الجنائز مع السعيد بوتفليقه وبعد تروح الشوكه باسم السعيد بوتفليقه والله البارح في الجنازه السعيد بوتفليقه قال لي شوف مع فلان وكذا وقول له كذا ومن هنا وناصر وزهور اصبحت زهور بوتفليقه وناصر بوتفليقه والسعيد بوتفليقه وسموه هذاك وليد خوتهم هذاك بن منصور هذاك اللي ثاني كسب نص الجزائر وليد خوت سعيد بوتفليقه اصبح يضرب بالكف ما كانش يهضر معاه اللي يهضر معاه اه وليد خوت بوتفليقه انا عارفه والله غير نعيط له دوك نعيط له ندخلك الحبس. عباده الاشخاص يعبدوا في بوتفليقه والحاشيه تاعهم بوتفليقه وخاوته كانوا يعبدوهم ومن بعد كي طاحت بهم انتفضوا من حولهم واحد ما يهضر على السعيد بوتفليقه ولا ناصر ناصر بوتفليقه ولا كي يروح يدير الانتخابات يروح وحده مام با شوفير ما عندوش كان بكري كي يروح اسطول تاع جيش معاه يتبع فيه الان سعيد بوتفليقه هو مرمي في السجن بوتفليقه مسكين هو مشتاق موت راه مقابلته زهور برك مسكينه اللي كان التليفون تاعها ما يحبسش شنو التليفون تليفونات زهور كان عندها وقال 20 تليفون تليفونات ما يحبسوش راه وصلوا الو الو درك واحد ما يحوس عليها واحد ما يحوس عليها زهور بوتفليقه واحد ما يسقسي عليها نقولها لتبون جمعته لو دامت لغيرك ما وصلت لك بوتفليقه اللي كانوا يعبدوا فيها اكثر من ربي كاين اخرين كانوا يعبدوا شفناهم نازلين الصوره تاع بوتفليقه ويعبدوا فيه وبوسوا فيه الان اين هم اين هم عبدت بوتفليقه الناس كانوا يعبدوا عباده الاشخاص تهضر معايا يقول لك اه والله البارح كنت مريح علي كونيناف وهم قالوا لي وقلت لهم وكذا وكذا وشوارب البارح اللي تعشيت انا وياه واش راه قال لي عباده الاشخاص بوتفليقه والحاشيه نتاعو كانوا اكثر من ربوبه يعبدوهم الحمد لله العبد الضعيف وكاين كثير من الناس في عز قوتهم كنا ننتقدوهم كنا نقول لهم راكم تندموا بن بيتور في 2016 قال لهم راكم تندموا تبعوا خطابات بن بيتور في 2016 قالها لهم قال لهم ستندمون بوتفليقه وخاوته قال لهم ستندمون ستندمون يوم لا ينفع الندم هذه النقطة الثالثة، النقطة الرابعة. عصابة تحكم عوض المؤسسات. نعم. في المؤسسات المدنية اللي قلت لكم الحكومة الرئاسة، الرئاسة قبل، الرئاسة كان يسيرها شخص واحد اللي هو السعيد بوتفليقة. ومعاه بعض الجماعة. الحكومة كان يسيرها كونيناف في الفيلا تاعو. هو الذي يعين الوزراء وهو الذي ينهي مهامه. إخوة كونيناف. الإخوة كونيناف هما اللي كانوا يعينوا الحكومة هم اللي ينهيوها حداد علي حداد هو وكونيناف هم اللي أنهاوا مهام وسموه تبون رئيس الوزراء في 2017 هم اللي نحاوه كانوا سهرانين قرعة ويسكي عيطوا السعيد قالوا نحاه نحاه عيطوا يحيى قال له قول التبون غدوة يجي يمد لك الفاتح تاع البيرو وروح شد الحكومة عصابة تحكم مكان المؤسسات لا مؤسسة في الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية الجيش كانوا يسيروا فيها ثلاث عباد كان يسير فيها قرميط بنويرة ويسير فيها وسيني بوعزة ويسير فيها كمال كانيش وسيني بوعزة
قرميط بورويره، كمال الكانيش، هذول اللي كانوا يسيروا في وزاره الدفاع، ومعاهم عصابه واحده اخرى، لشخم وشواقي وعكروم وسموه والاخر سموه يعني ايكيب كبيره. لكن ثلاثه هذول اللي كانوا يسيروا في وزاره الدفاع، ولقيت صلاح الله يرحمه كان هاك يتبع، واش يقولوا له يتبع، ماهوش هو اللي كان يقرر ابدا لانه جاهل، كانوا هما يقروا هو ينفذ، ينفذ باش بالهضره، قررنا ودرنا وكذا كذا، لكن هما اللي يسيروا شؤون الدوله في الجانب العسكري. ثلاثه راهم في ثلاثه في السجن مرميين كي الكلاب، نعم راهم مرميين كي الكلاب، نشوش فيهم انا لان نعرف الجرائم اللي داروها، اعرف جيدا الجرائم اللي داروها. لا استطيع ان اقول كل ما فعل هؤلاء الخونه، لكنكم تعرفون جزء قليل من ما فعلوا. لكن التاريخ لا يرحم، التاريخ لا يرحم، ستعرفون ماذا فعل هؤلاء الخونة في قادم السنوات، ستعرفون جرائم كبيرة. النقطة الخامسة وهي تفتيت أقطاب الحكم، هذه هي خمس نقاط. تفتيت أقطاب الحكم يعني عندها علاقة بتفتيت أقطاب الحكم، اللي هي تفكيك جهاز مخابرات، تفكيك مؤسسات الدولة، حتى المجلس الشعبي اصبح شكلي، نحي فلان ودير فلان، الكادنا روح سكر الكادنا على السعيد بوحج الله يرحمه ودير فلان. تفكيك وتفتيت مؤسسات الحكم. مؤسسه الحكم ما هي؟ جهاز مخابرات في المؤسسه العسكريه، المجالس المنتخبه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامه. في مجلس الشعبي الوطني كان يسير رئيس البرلمان الله يرحمه سعيد بوحجه، نفحت لهم خبطه تعويس كي قال نحيه ودير فلان. مجلس الأمة كان يسيره رئيس مجلس بالنيابة، الرجل الثاني في الدولة بالنيابة. وش معناتها بالنيابة؟ معناتها جرة قلم ناحية قسامك، وسيقول كوجيل رد بالك راك بالنيابة، ايه راك بالنيابة، نحب نحيك نحيك. سعيد بوتفليقة كان يسير فيه، وكوجيل ما يقدرش يحل فمه، لماذا؟ لأنه بالنيابة بارانتيريم، راك بارانتيريم على ديرك بروفيزوار. هذا هو تمييع وتفتيت مؤسسات الدولة. بن فيتور تنبأ بتمييع الدولة ما بين 2010-2020. أنا الآن زيد لكم تنبؤ ثالث، 2020-2024 رانا في مرحلة انهيار الدولة. نعم 2020-2024 أو 25، نعطوها 25، خمس سنين يزيد، ماهوش عقد، نصف عقد. نحن الآن بعد ما مرينا بمرحلة ضعف الدولة 2010، ثم تمييع الدولة 2010-2020، أعتقد وأتصور وأتنبأ بانهيار الدولة الجزائرية خلال هذه خمس سنوات. انهيار الدولة، نعم، وتفكيك الدولة، انهيار كيان الدولة الجزائرية خلال خمس سنوات. يقول لي واحد وما هو الحل يا بن زدير؟ الحل هو إعلان حالة طوارئ، تحكم المؤسسة العسكرية في زمام الأمور، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأننا الآن انتقلنا من مرحلة إصلاح وتطهير إلى إنقاذ. لم ننجح في إصلاح الوضع الفاسد، للأسف لم ننجح، أعترف وأقول أننا فشلنا في إصلاح الوضع الفاسد، وفشلنا في تطهير الوضع الفاسد، فشلنا في تطهير الوضع الفاسد. إذا أمامنا فرصة أخيرة، أمامنا فرصة أخيرة، وهي إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن العصابة التي كانت تسير شؤون الدولة في رئاسة الجمهورية أيام سعيد بوتفليقة لم تتغير، تغيرت الأسماء، نعم تغيرت الأسماء، نعم، لكن الفعل ورد الفعل والتجاذب والتمييع والضعف والانهيار وعدم الكفاءة وعدم النزاهة والتضييق على رئيس الجمهورية ومحاصرة رئيس الجمهورية والتحدث باسم رئيس الجمهورية والحكم باسم رئيس الجمهورية ما زالت. باختصار شديد، الكاشي تاع رئاسة الجمهورية ماهوش في يد بوتبون، الكاشي تاع رئاسة الجمهورية ليس في جيب تبون،
أين هو الكاشي؟ أين هو ختم رئاسة الجمهورية؟ إذن كما سمعنا حسب بنزديرة، فأحمد بن بيتور هو الوحيد الذي يليق بهذه المرحلة. هو رجل سياسي، مارس السياسة ويملك علاقات دولية لأنه مثل الجزائر خارج البلاد. بنزديرة يعترف بأنه معجب ببن بيتور ويراه رجل المرحلة في السنوات الماضية والسنوات القادمة. بن بيتور في 2016 صرح بكلام خطير، قال بأن الدولة تتجه إلى الضعف من 2001 إلى 2010. في 2010 دخلنا في مرحلة خطيرة حتى 2020، وهي مرحلة التميع. ولخص الأمر في 5 نقاط: أولا الجهل والكسل، ثانيا تمييع الفساد وتعميمه، ثالثا عبادة الأشخاص وعبادة الكادر، رابعا عصابة تحكم كوادر المؤسسات، خامسا تفتيت أقطاب الحكم. لكن بنزديرة يتنبأ بشيء آخر يحدث أو سيحدث بين 2020 إلى 2025، وهو انهيار الدولة وتفككها. الحل حسب بنزديرة ولتفادي انهيار الدولة هو إعلان حالة الطوارئ وتدخل المؤسسة العسكرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فالعصابة التي كانت تحكم زمن بوتفليقة ورغم تغير الأشخاص فالعقلية والتصرفات لا زالت نفسها. وفي الأخير يتساءل بنزديرة ويقول: أين هو الكاشي؟ من يملك ختم رئيس الجمهورية؟ فعلا أين هو الكاشي؟ تحياتي.